السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ معكم خالد دياز من الفرقة الخامسة. هنراجع سريعا كده على محاضرة السيكاتريك ايمرجنسيز. الأول يا ريت ندعي لإخواتنا، ربنا يرحمهم، وندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا يزيح عنهم ويفك كربهم يا رب. خلينا نبتدي بس سريعا. احنا هنتكلم في ايه؟ أول حاجة السيكاتريك ايمرجنسيز هنعدهم كلهم بسرعة، وبعدين هنتكلم عن السوسايد والفايلنس باستفاضه حبتين. سايكاتريك ايمرجنسيز احنا قلناهم، اول حاجه الاتمتد سوسايد او البارا سوسايد، السبستنس ديبندنس الادمان، الالكوهول سواء انتوكسيكيشن او ويذدرول، الاكيوت ديبريشن لو حد عنده ديلوجنز، دول اللي هم غالبا عايزين سكيزوفرينيا، لو حد فايلنت، حد بيجي له بانيك اتاكس، لو حد عنده مشاكل في البيهيفير زي الديليريوم مثلا، حد عنده كاتاتونيا، في حاجات ليها علاقه بالدراجز اللي هي زي الاكيوت ديستونيا، تارديف ديسكاينيزيا، نيوروليبتيك مالينجنت سندروم، هايبرسنسيف كرايسيس، ليثيوم توكسيستي، سيروتونين سندروم، انتي كولينرجيك اوفر دوز، الديليريوم، الاريزميز، الكاردييك اريست. دي كلها كومبليكيشنز او حاجات ممكن تحصل بسبب ايه؟ بسبب دراجز. طيب اخر حاجه هي الكومبليكيشنز بتاعت الاس تي. قلنا الاس تي اللي هو العلاج بالصدمات الكهربيه، اللي هو ان انا بعدي كهرباء جوه المخ تعمل حاجه شبه الابيليبسي، ولكن ده بيبقى تحت تخدير وما بيبقالوش مشاكل ما بيبقالوش مشاكل فالكومبليكيشنز بتاعته ممكن تكون بسبب ايه؟ غالبا بسبب التخدير، زي الابنيه. وده بيبقى بعد البروسيجر ما تخلص. ممكن لان هو المخ بيخش في حاله شبه الابيليبسي، والجسم ممكن يتحرك وكده نتيجه ان خد دوز كهرباء زياده، ممكن يتحرك مره واحده يجي له فراكشر او يجي له ديسلوكيشن. تمام، دول ال10 حاجات، دول هم السايكاتريك ايمرجنسيز، الحاجات اللي انا المفروض اتعامل معاها بسرعه من ناحيه ايه؟ الامراض السايكاتريك. بعد كده السوسايد بقى اول حاجه. الديفينيشن هو الفايلنس البيشنتس مي كوميت اجينست ذيم سيلفز، فايلنس بيعملوه ضد نفسهم، او انتشنال سيلف انفليكتد ديث. ديث يعني لازم العيان يموت، تمام، وانتشنال يكون بقصد، هو قصد. تمام، ليه بقى؟ لان في الباراسوسايدال بيهيفير او الباراسوسايد ده ريبيتد اتمت تو هارم ذيم سيلفز، يعني العيان بيحاول ان هو يسوسايد كذا مره وبيفشل. تمام، علشان كده هو بارا سوسايد، هو ما ماتش فهو بارا. تمام، طيب سيلف ميوتيليشن، السيلف ميوتيليشن حد بيحاول يأذي نفسه deliberately hurting oneself without meaning to cause one's meaning to cause one's own death، يعني مش عايز، not meaning to cause death، يعني هو بيأذي نفسه بس مش عايز، بس مش لدرجة ان هو يموت. تمام، تالت حاجة ودي اللي مهمة لان فيها كلمة مميزة، اللي هي اليوثانازيا. اليوثانازيا او الفيزيشن اسيستد سوسايد او الميرسي كيلينج، ده بيبقى العيانين اللي هم كرونيك او تيرمينالي ال، عنده حد عنده كانسر مثلا وخلاص اند ستيج، فالدكتور بيساعده ان هو يموت موته تبقى سهله او من غير الم، اللي هو يرحمه من المعاناه اللي هو عايشها. دي اليوثانازيا، ودي مهمه لان هي فيها كلمه بارزه يعني. بعد كده الريسك فاكتورز. الريسك فاكتورز اول حاجه السكس، قلنا الستات بتحاول اكتر ان هي سوسايد، بس الرجاله هم اللي بينجحوا اكتر. الميثود الرجاله بتستخدم مور فايلنت ميثودز زي الايه؟ الجنز، اما الستات بتستخدم اكتر ايه؟ الدراجز. الايدج قلنا مع زياده العمر بيزيد الريسك، واكتر حاجه فوق ال 45 سنه، ولكن دلوقتي من سن 15 ل 24 دول اكتر ناس فيهم فريكونسي للسوسايد. بعد كده الفيزيكال هيلث، قلنا العيانين اللي عندهم النس، عندهم بين ترم او تيرمينال ديزيز، دول بيبقى عرضه اكتر للانتحار. المارتل ستيتس، الناس اللي بتبقى لوحدها، السنجلز، الناس الديفورسد، الديث اوف سباوز اللي هو الناس الويدد، دول كلهم في خطر. المينتال النس، وطبعا ده يعتبر اهم ريسك فاكتور، لو حد عنده ديبريشن، حد عنده مانيك ديبريشن اللي هو الايه؟ الباي بولر، السكيزوفرينيا لما يبقى معاها ديلوجنز، السبستانس ابيوز، المدمنين، ايتنج ديس اوردرز، بوليميا، انوريكسيا نيرفوزا، سيفير انكزايتي، لو حد عنده بيرسوناليتي ديس اوردر، ولكن دول بيبقوا اكتر ناحيه الباراسوسايدال بيهيفير مش السوسايد. تمام؟ دي كده الريسك فاكتورز، والريسك فاكتورز تعتبر مهم. طيب في ريسك فاكتورز ايه تاني؟
ممكن الـ unemployment اللي هو البطالة، low income دخله قليل، unambiguous wish to die حد عايز يموت من غير سبب واضح، sense of hopelessness حد يائس عنده يأس، rescue unlikely عايش في مكان قاعد في حتة مش عارف اوصل له لو حاول انه ينتحر، hoarding bills حد بيجمع الأدوية عنده في البيت، possession of firearms حد عنده سلاح، fantasies of reunion with deceased loved ones حد كان عنده شخص عزيز في حياته مات فهو مقتنع ان هو لو لما يموت هيجتمع بيه تاني، family history of attempted suicide حد في عيلته قبل كده حاول ينتحر، او personal history ليه هو نفسه suicidal thoughts افكار او threats هدد قبل كده بالانتحار، او behaviors افعال زي مثلا parasuicide او self mutilation، لو في history of being physically or sexually abused كان بيتضرب مثلا او صغير او اعتدى عليه جنسيا وهو صغير، دي كلها risk factors. تمام، طيب بالنسبه للادلت الناس الكبار بقى اللي هم من فوق ال 45 كده ممكن نقول ايه risk factors، لو هو male، لو هو older caregiver يعني هو شخص كبير وعنده لسه مسؤوليات اطفال صغيرين مثلا او كده، يعني هو عدى الـ60 ولسه عنده عيال في مدارس مثلا فهو كده مسؤولية كبيرة عليه، access to firearms، لو separation أو divorce، لو حد في depression، لو في substance abuse، ده بالنسبة لمين؟ للأدلت، دي حاجات مخصوصة للأدلت. طيب عموما لو ما فيش حد ما عندوش mental illness وما عندوش substance abuse وعنده strong social support system ده بيقلل likelihood او احتمالية ان هو ايه ان هو يكمت suicide. تمام، بالنسبة بقى للمذرز اكتر، لما بيبقى عندهم اطفال children younger than 18 عمرهم اقل من 18 سنة ده برضو حاجة ايه حاجة protective. تمام، في بقى حاجة اسمها الساد بيرسونز سكيل ودول 10 ريسك فاكتورز، احنا لسه في حتة الريسك فاكتور، الساد بيرسونز سكيل 10 ريسك فاكتورز بال10 حروف، السكس الميل طبعا، الايدج قلنا اقل من 19 اللي هو سن التينيجرز كده، والاكبر من 45 سنة، الديبريشن خصوصا لما بيبقى درجة سيفير قوي، لو في بريفيوس سوسايد اتمت او حد خد منتال هيلث سيرفيسز قبل كده كان بيتعالج نفسيا، لو في حد بياخد اكسسيف الكحول او اي دراج تاني، لو في عنده الراشنال ثينكينج في مشكله، لو حد سيبريتد ديفورسد ويدود، لو في اورجانيز سوسايد بلان او سيريوس اتمبت يعني ما عنده خطه او حاول قبل كده، لو السوشيال سبورت يا اما نو ما فيش خالص او قليله، لو في سيكنس مرض او كرونيك إلنس، دي كلها ايه ريسك فاكتورز. طيب المانجمنت، والمانجمنت ديت هي اللي هي تعتبر اهم حاجه في السوسايد، في immediate مانجمنت اللي هو اول ما يخش لي، وشورت تيرم الاميديت طبعا هحجزه، العيان هحجزه، لو كان عنده ميديكال بروبلم تانية غير موضوع السوسايد ده هعالجها، حد مثلا قطع شرايينه وداخل في شوك مثلا نزف كتير هعالجه الاول، يا اما هوديه على السايكاتريك وورد اللي هو ايه اللي بتوع السايكاتري هم اللي يحجزوه، الانستراكشن تو نيرسز بنبههم احنا عندنا حاله في حاله كان جايب سوسايد، مانجمنت الميديكال بروبلم عنده ميديكال بروبلم الاول احلها له قبل ما ابتدي اعالجه، انفولفمنت الفاميلي بكلم اهله اقول لهم حصل كذا كذا، طيب بعد ما لحقته خلاص الحمد لله في شورت تيرم على المدى القصير هعمل ايه؟ هنقله خلصت الميديكال بروبلمز اروح بعته على السايكاتريك وورد اعالج السايكاتريك ديس اوردر اللي عنده، لو عنده في ستريس اعالجه احله له سايكولوجيكال تريتمنت، ده بقى ايه العلاج بتاعنا اللي احنا هنقوله. طيب انا خلاص الحمد لله العيان استابلايزد كده وهدي، نبتدي بقى نتكلم معاه نشوف عنده سوسايدال ايديشن، طيب الحمد لله ما عندوش سوسايدال ايدياز ولا عنده انتنت او بلان، اعمل له ايفالويشن لان في اشوف اذا كان عنده سايكاتريك ديس اوردرز او عنده حاجه عامله له ستريس، اذا كان في هدي له انتي ديبريسنتس، او لو هو عنده الكحول انتوكسيكيشن اعمل له ريهابيليتيشن، اعمل له ثيرابي سواء انديفيدوال ليه هو بس او كمان لعيلته لو هم السبب في الاستريس اللي هو فيه، وعلشان افهمهم برضو المفروض يتعاملوا معاه ازاي، ما ينفعش كل الكلام ده هروح محوله لمين؟ سايكاتريك كونسلتنت، خلاص استشاري هو اللي يتعامل معاه. طيب ده الحمد لله لو ما فيش لو ما عندوش انتنت ولا بلان، طب عنده سوسايد بلان،
حاجه من الاثنين، يا اما هو هيقدر يوصل عنده اكسس لسلاح، هيعرف يوصل لسلاح، ما عندوش سوشيال سبورت كويسه بور، ما عندوش جادجمنت كويس بور، كانوت ميك كونتاكت فور سيفتي، يعني مش هيقدر يوصل لحد يبقى نبقى مطمنين عليه وهو معاه. لا، في الحاله ديت العين ده هيتحجز، لازم يحجزه. طيب ما كانش بقى اي حاجه من الحاجات دي، ما فيش اكسس لويبون، في جود سبورت وجادجمنت، وهيقدر يوصل لحد نطمن عليه معاه، خلاص اعمله زي كأن ما عندوش بلان ولا حاجه، واكمل في نص السكه. تمام، ده كده ايه، علشان ابقى حاطط خطه في دماغي انا هتعامل ازاي. طيب الحاله الهوسبيتالايزد بقى معايا هعمل معاها ايه؟ الاول اوبزرفيشن، احطه تحت الملاحظه، كلوز اوبزرفيشن، يبقى في 1 تو 1 كونتاكت، في حد واحد مسؤول عنه، يبقى على طول يبقى في كونست فيجوال اوبزرفيشن، يبقى شايفه على طول، وكل او كل 15 دقيقه، كل ربع ساعه كده ايه يبص عليه، يتحط في اوضه قريبه من النيرسز، وما يتحطش في اوضه لوحده في برايفت روم. اكمبتي لازم يبقى على طول هيتحرك في اي حته، لازم يبقى في حد معاه، انت ما تعرفش ممكن يعمل ايه، ده حاله جايه ممكن تقتم سوسايد تودينا في داهيه. يبقى في راوندز اللي هو الناس اللي بيلفوا في العنابر بالليل وكده، يبقى في فريكوينت ريجولار انترفلز، يبقى بيحصل على طول وفي اوقات ريجولار، يعني مش مثلا كل نص ساعه، لا مره ربع مره تلت هكذا يعني. تمام، خصوصا في امتى، في الاوقات اللي ما حدش اللي هو ممكن يفلت فيها، زي بالليل الصبح بدري، في وقت تغيير الشفتات ما بين الاستاف، لو في وقت في بيزي وزحمه. تمام، لانه ممكن يستغل الاوقات دي. طيب سايكو فارماسيوتيكال بقى، الادويه انا ممكن اعالجه بايه؟ الاول باس اس ار ايز. تمام، اكيد اكيد خلاص بقيتوا اساتذه في الحته دي، او ان اس ار ايز، سواء ده او ده، دول التريتمنت اللي معايا. سايكولوجيكال بقى انا ممكن استخدم حاجتين، يا اما سي بي تي اللي هو الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، ديت ان انا بس فكره ان انا بشتغل على افكار، اشوف ايه الافكار الوحشه اللي عنده وابدلها، اتعامل معاها ان انا اقنعه بعكسها وابدلها بافكار صحيحه. وبعد كده الالكترو كونفالسيف ثيرابي، ده خلاص يعني انا مضطر خلاص ان انا ايه احطه على ايه، على اي سي تي، واعمل له جلسات كهرباء لو العلاجات التانيه ايه الدنيا مش ماشيه. طيب اخر حاجه بقى البريفنشن، هعمل البريفنشن ازاي؟ اقلل وجود الليثال ويبونز، ما تبقاش متاحه للناس، اقلل السيل للالكوهول والدراجز، ازود الاويرنس البابليك وبروفيشنال عن الدبريشن والسوسايد، الناس تبقى عارفه عنهم، ادي اتنشن اقل للسوسايدال بيهيفير الموجود في السوشيال ميديا. يا جماعه ما تتفرجوش على الفيديوهات، ما تقروش البوستات او الرسائل بتاعت الناس المنتحره والكلام ده. كوميونيتي بيزد كرايسيس انترفينشن كلينكس، يبقى في حاجات كده زي عيادات اللي هي تعرف مبنيه طبعا المجتمع ما بينهم وما بين بعض، هم اللي عاملينها، يتعاملوا مع الحالات اللي شبه كده، حد مثلا الحق ده في حد بيهدد انه هينط مثلا من على العماره، او حاجات شبه كده. يبقى في كامبينز ان انا اقلل الاستجما اللي تتحط على الناس اللي بياخدوا سايكاتريك كير، اللي هو يا جماعه اللي بيتعالج من مرض نفسي او كده عادي، يعني كانه بيتعالج من اي حاجه تانية، يعني مش جربان يعني. تمام، فدي حاجات كلها هتقلل معدلات الانهيار. وزي ما قلنا، هو اكتر حاجه مهمه هنا في السوسايد طبعا الديفينيشنز اللي قلناها في الاول، والمانجمنت، دول ايه، دول اهم حاجه. بعد كده بقى الفايلنس، الفايلنس تعرف ايه؟ هو اكستريم فورم اوف اجريشن. تمام؟ زي ايه؟ الاسولت، الريب، الميردر او الهوموسايد، فيزيكال او سيكشوال ابيوز، دي كلها اشكال لمين؟ للفايلنس، اللي هو اكستريم فورم اوف اجريشن. طيب الهوموسايد لو هناخده لوحده هو جزء من الفايلنس، نوع من الفايلنس. ايه ميزته بقى؟ ان هو انتشنال، يعني انا ببقى قاصد act of doing harm to another person، انا قاصد اسبب اذى لشخص ما. تمام، ايه الريسك فاكتورز للموضوع ده؟ frustration، exposure to violent media، حد بيشوف محتوى عنيف على طول، violence سواء هو بيشوف عنف سواء في بيته او في المكان اللي هو عايش فيه neighborhood، tendency to see other people's actions as hostile even when they are not، يعني هو بطبيعته شايف الناس كلها بتتآمر ضده وعايزين يأذوه، فكرد فعل هو بيبقى عنيف ضد الناس برغم ان هم عادي، هم مش عايزين يأذوه ولا حاجه. في بقى situations معينه بتزود
احتمالية ان الشخص يبقى عنيف زي ايه؟ حد drinking، شرب، حد سكران، insults وال provocations التانية، يعني حاجة اللي هي حد بيهينك، بيشتمك مثلا، او بيعمل بيستفزك بحاجة ممكن تبقى ضايقة دي انك انت تبقى عنيف. environmental factors زي الحر، الهيت، الحر، والاوفر كراودنج، الزحمة، دي حاجات هتزود الاحتمالية. طيب اهم حتة بقى في الفايلنس، التايبس بتاعته، انواعه. اول نوع الفيزيكال، طبعا ده مش محتاج يعني كلام كتير، حد بيضربك، حد بتاع ضرب حد بسكينة، واحد ضرب بالنار، ده كله ايه؟ حاجات فيزيكال جسدية. ايموشنال يعني متعلقة بايه؟ بالمشاعر، ودي اهم حاجة فيها ان هي هتبقى جاية من حد العيان مدي له قدر في نفسه، يعني مثلا زي او حد مهم بالنسبه له، يعني واحده جوزها بيعنفها، من اخ، اب، واحد صاحبه، اللي هو يعني حد مثلا زي النيم كولينج، كونستنت كريتيسيزم، ديستروينج البوزيشنز، الجيلسي. تمام، الفكره ان هي بتبقى جايه، الحاجات دي بتبقى جايه من حد عزيز عليك، تمام، فاللي هو انت مش مستني منه ده. تالت حاجه سايكولوجيكال فايلنس، العنف النفسي، زي مثلا ايه؟ حد عمال بيهددك انك انت لو ما عملتلوش اللي هو عايزه، حد عزيز عليك برضه، فهو هيأذيك بطريقه ما، هيأذيك انت، ولادك، او عيلتك لو سبته مثلا ومشيت، قطعت علاقتك بيه، او ان هو يأذي نفسه، بيهددك ان هو يأذي نفسه لو سبته، فده ايه؟ سايكولوجيكال، نفسي. طيب بعد كده في الفيربال ابيوز، شفتوا الايموشنال؟ تمام، نفس الفكره بس من حد بقى انت عادي، ما مش مهم، واحد متنمر كده معاك في الكليه مثلا ولا في المدرسه، هو اللي بيعمله بيضايق الناس، ده فيربال ابيوز، يعني بالكلام، بيضايقهم بالكلام. فاينانشال، بعد كده فاينانشال ابيوز، فاينانشال يعني في ايه؟ في الحاجات، الممتلكات والفلوس وهكذا، ديستراكشن لبيرسونال بروبرتي مثلا، اللي هي ملكيه خاصه، مش بيخليك تروح المدرسة، مش بيخليك تشتغل بره البيت، أو بتاع يخليك ما تشتغلش بره البيت، تمام، يتحكم في اختيارات، أو في اختيارات الشغل بتاعك، ده كله إيه؟ ليه علاقة إيه؟ بالفاينانس، بالفلوس. بعد كده في النجلكت، الإهمال، ده حد أب أو أم مثلا مش معتني بولاده، تمام، not providing المديكيشن، الفود، الشيلتر، الكلين كلوذنج، تمام، إهمال. بعد كده spiritual violence، اللي هي المعتقدات والدين والروحيات، اللي هو حد بيمنع حد ان هو يمارس عاداته الدينية، او بيسخر من عاداته الدينية، فده كلها حاجات ايه؟ spiritual. بعد كده sexual violence، ده اوضح حاجة، سواء harassment، التحرش، او سواء الريب اللي هو الاغتصاب. فدي انواع الفايلنس، ودي اهم حاجة في جزء الفايلنس كله عموما. طيب في الهوميسايد، الهومسايد قلنا اللي هو intentional act of harming others، تمام، ده ايه اشكاله؟ مثلا في conviction of murder اللي هو القتل، infanticide اللي قلنا اللي هو في واحده بعد ما بتولد بيجي لها بوست بارتم ديبريشن، بوست بارتم ديبريشن يدخلها في بوست بارتم سايكوزز، السايكوزز يخليها ان هي تقتل طفلها، فانفانت اللي هو الرضيع، الطفل اللي لسه مولود، infanticide، قتلته، تمام. بعد كده في سيكشوال هوميسايد، يا اما من البانيك او سادستك كيلينج، يعني السادستك ده اللي هو شخص متعته ان هو بيشوف حد قدامه بيتعذب، تمام، فممكن يوصل، بتوصل مع الناس دي ممكن ان هو يستمتع بان هو يستمتع جنسيا بين حد بيتقتل قدامه، او بان هو يقتل حد، تمام. بعد كده في المالتيبل هوميسايد، قتل متعدد، يعني هو زي السيريال كيلرز كده، اللي هم القتل المتسلسل. بعد كده في هوميسايد فولد باي سوسايد، حد بيقتل مثلا واحده بتقتل ولادها وبعد كده تنتحر. اليوثانازيا والميرسي كيلينج اللي قلناهم في السوسايد، ده نوع، شكل من اشكال الهوميسايد. بعد كده الكوزز بقى، القصص في حاجات بيولوجيكال الاول، زي ايه؟ الهرمونز، التستوستيرون، طبعا الرجاله بيبقوا تندنسي اكتر للفايلنس، ترانسميترز زي السيروتونين، البلاد ابنورماليتيز زي الهايبوجلايسيميا، ممكن بسبب هيد انجري، بور نيوتريشن، انفايرمنتال ايفنتس زي الليد بينت،
اكسبوجر لليد بينت، اللي هو دهانات البيوت زمان كان بتبقى معموله من الرصاص. الكلام ده مبقاش موجود دلوقتي يعني، بس هي ايه ممكن تبقى سبب للفايلنس لو عملت ليد توكسيستي. المهم بعد كده في ناس بيبقوا هم اصلا لوحدهم كده عنيفين، زي مين؟ حد عنده اكيوت انتوكسيكيشن باي سبستانس، تمام؟ حد عنده انفكشن، انفكشوس ديزيز، حد عنده انترا كرينيال ديس اوردر، تيومر مثلا ولا حاجه جوه جمجمه، حد جاله تروما، حد عنده سايكاتريك ديس اوردر، حد عنده ميتابوليك ديس اوردر كارديو فاسكولار، حد في اكيوت ويذدرول بنسحب منه مخدرات او الكحول او كده، في انفايرمنتال انجري، في هايبوكسيا. فالناس دي كلها متوقع ان هم يبقوا عنيفين. بعد كده ممكن يبقى السبب مينتال ديس اوردر اصلا للفايلنس ده، دراج ديبندنس، الكحول اندبندنس، اكيوت انتوكسيكيشن بالكحول، سكيزوفرينيا، خصوصا لما بيبقى العيان بارانويد او عنده كوماند هلوسينيشن اللي هو فيها الوسع، حد بيقول له اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، ممكن يقول له اضرب الشخص اللي قدامك ده مثلا، او عنده ديلوجنز، الكاتاتونيك اكسايتمنت، اجيتيتد ديبريشن، حد باي بولر، ابيليكتيك اكسايتمنت، بيرسوناليتي ديس اوردر اللي بيبقى معاهم بور امبلس كنترول، يعني ما بيعرفوش يتحكموا في ايه في الافكار اللي بتجيلهم، اللي هو الحاجه الامبلس تجيله اللي هو اعمل كذا يعمله، طبعا ما عندهوش انهبيشن، زي مين؟ البوردر لاين والانتي سوشيال. بعد كده في الديليريوم والكوجنيتيف ديس اوردرز اللي بيبقى فيها فرونتال وتمبرال لوب انفولفمنت، لان قلنا الفرونتال والتمبرال دول هما الايه غالبا المسؤولين عن الوعي والانهبيشن والكلام ده، فهما لو هتعمل حاجه يقول لك لا ما تعملش كده ده غلط. البريدكشن اوف فايلنس، مين الناس اللي اتوقع ان هم اللي هم فايلنت من الكلام اللي احنا قلناه ده كله؟ الميلز اكتر، لو في هيستوري الفايلنت فيكتمايزيشن، يعني حد كان متهم قبل كده في جرائم عنف، لو حد عنده اي دي اتش دي، لو عنده ليرنينج ديس اوردر، لو حد كان عنده ايرلي اجريسيف بيهيفير يعني من وهو صغير مثلا وهو اصلا كان عنيف، لو حد عنده دراجز او الكحول او توباكو ديبندنس، لو في لو اي كيو، لو في بور بيهيفير كنترول معروف بكده، هاي ايموشنال ستريس، حد اصلا في ستريس متوقع ان هو هيبقى عنيف لو اتضايق وهكذا. طيب الشخص العنيف ده انا لما هاجي اعمل له اسسمنت كده هعمل ايه؟ هاخد الاول من الهيستوري بتاعه، ممكن يبان عليه ان هو عنده حاجات تقول ان هو متعصب دلوقتي، زي ايه؟ فلاش سكين، دايليتد بيوبلز، شالو رابيد ريسبيريشنز وبرسبيريشن، تمام؟ البيهيفير بتاعه ممكن يبقى كلينشد فيست كده، اللي هو ضامن ايده اللي هو هيضرب حد بالبوكس، دمر بروبرتي بتاعت حد، هو irritable وهوستايل اصلا وانا بتكلم معاه. طيب في الكونفرزيشن هشوف بقى، ممكن هو يقول لي ان هو كان عنده نيه ان هو يأذي حد او يأذي نفسه او هكذا، تمام؟ طيب هتعامل معاه ازاي؟ اتاكد ان في adequate help، تمام، واخلي شكلي كده calm و helpful عشان اكسب صدقه. ما واجهوش، تمام، ما واجهوش مباشرة كده، ويبقى هدفي ان انا الحق العيان والناس التانية، تمام. اشوف معاه، ما حاولش ان انا اتعامل معاه لو هو armed يعني معاه سلاح، تمام. وادور اذا كان هو مخبي اي سلاح في اي حتة، ابقى مستني ان هو هيعمل حركه حاجه فايلنت، تمام. لو هو اصلا هوستايل او بيعمل ثريتنج بيهيفير، لو هو ريستلس، لو اجيتيتد، تمام، دول اتوقع ان هم ممكن يعملوا اي حركه غبيه، تمام. لازم يبقى في ناس تانية موجوده معايا، في سكيورتي او في بوليس، اخلي دايما في باب مفتوح علشان لو الدنيا باظت الحق اجري، اعرف اجري، الحق نفسي. يبقى في ريسترينز اللي هو في كده، عارفين في مسدس بيبقى فيه حقنه مخدره كده تضرب عليها، او الريسترينس اللي هي بتبقى حاجه اللي هي البتاع البيضه اللي بيبقى ليها دراعات طويله دي وبيلفون فيها، دي لازم تبقى موجوده. طيب العيان ده الحمد لله احنا عرفنا نمسكه، هنعمل ايه؟ نحطه في كالمنج انفايرمنت، بيئه كده هاديه تهديه، يبقى حاجه بليزنت على جنينه مثلا، حاجات خضراء مش عارف السما شايفها وهكذا. There is no crowding، ما يبقاش موجود في مكان زحمه،
في يبقى في بروديكتبل وورد روتين، يعني المكان اللي هو موجود فيه يبقى ليه روتين معروف ان هو كل مش عارف ربع ساعه ولا نص ساعه في حد بيعدي، علشان يبقى عامل حسابه ان هو لو عمل اي حاجه غبيه هيتقفش. يبقى في مينينجفول اكتيفيتيز يطلع فيها الطاقه اللي هو عندي دي يطلعها في حاجات مفيده. يبقى الاستاف ليه ويل ديفايند رولز، كل واحد عارف هيعمل شغلته ايه وهيعمل ايه بالظبط. يبقى الاستاف ليه جود ليفل، يعني ناس شطار. يبقى في برايفسي ودجنتي للعيان، نديله البرايفسي بتاعته ونحترمه، ولكن من غير ما نكمبرومايز الاوبزرفيشن، يعني من غير ما نبوظ الاوبزرفيشن بتاعنا على المكان. طيب اخر حاجه بقى هعملها معاه ان انا هحجزه هوسبيتاليزيشن. هوسبيتاليزيشن لازم هديله ريسترينت، يبقى سواء فيزيكال قلنا اللي هو الجاون البيضاء المدرعات الطويله دي، يا اما كيميكال. الكيميكال ده بايه؟ بالترانكلايزرز، بعمل له رابيد ترانكلايزيشن ببنزو دايزابينز، تمام، اللي هي زي اللورازابام مثلا، او انتي سايكوتيك زي الهالوبريدول، تمام. دي بقى ليهم سايد افكت ان هم بيعملوا سيديشن، تمام. فده حلو بالنسبه لنا، كويس نعمل للعيان ده سيديشن، وهعالج السبب ايا كان السبب للفايلنس اللي هو فيه. ولو حصلت مشكله هكلم ايه الليجال سيستم، خلاص يعني هكلم بقى البوليس او كده يجي يتصرفوا، ده حصل كذا كذا كذا. بس تمام كده، الحمد لله خلصت المراجعه. يلا ربنا معاكم بالتوفيق ان شاء الله. سلام.